بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بإذن الله شباب، النهاردة آخر درس في السترينجز، وهيبقى كده يعتبر خلاص خلصنا السترينجز، مفيش حاجة تانية في تتشرح. تمام. دلوقتي أنا دلوقتي مثلا لو عايز أجمع أرقام، مثلا لو عندي مثلا متغير اسمه جي بيساوي 1 و إكس بيساوي 5 مثلا، المفروض مجموعهم على بعض هيبقوا كام؟ 6. تمام. دلوقتي لو عملت متغير تالت جمعتهم فيه، اللي هو مثلا بيساوي ال a، ال a قصدي بيساوي ال 9 قصدي ال g زائد ال x، وجيت عملت برنت لل a، جمع لي ايه الرقمين على بعض بقوا 6. طيب يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ هقولك. لو انا عايز اجمع تو سترينجز مع بعض، نصين مع بعض متغيرين فيهم نصين مختلفين مع بعض، ينفع اطبعها كده؟ اه ينفع. او تعالوا نشوف. لو انا دلوقتي مثلا جيت عملت متغير اسمه str1 بيساوي مثلا بايثون، وجيت عملت متغير تاني بيساوي داتا، طب عايز اجمعهم على بعض، ينفع اعمل نفس الطريقة؟ تعالوا نشوف. str1 هنعمل متغير جديد اسمه string 3 بيساوي ال str1 زائد ال str2، هجمع المتغير التالت اللي هو فيه المتغير الأول والتاني اللي مجموعين فيه، يعني المتغير الأول والتاني، آسف، طبعهم لي مع بعض اهو. دي الطريقة اللي من خلالها يعني بتقدر تجمع نصين مع بعض. طيب لو أنا مثلا عندي حاجة تانية خالص عايز أعملها، مثلا لو عايز اعمل ريبليس لحاجة في النص يعني. تمام. لو انا مثلا عندي دلوقتي نص اسمه نعمل str1 دي، او مثلا عندي رابط، عندي رابط معين، الرابط ده بيساوي www. مثلا يوتيوب، بس هنشيل الاي دي. تمام. .com، طبعا نحط من علامات تنصيص. تمام. طب انا دلوقتي لو جيت اطبع البرنت اليو ار ال، هلاقي الاي ناقصه. لو انا مثلا في برنامج او في سكريبت معينه وفي حاجه زي دي، طبعا هتبوظها لي عشان مش هيدخل لي على المتصفح بتاع اليوتيوب. طب احل المشكله دي ازاي؟ هنا بقى تظهر حاجه اسمها ريبليس. تمام. طب الريبليس دي بعملها ازاي؟ هعمل متغير جديد اسمه مثلا يو ار ال ال، تمام، اي حاجه بيساوي ايه بقى؟ اليو ار ال دوت ريبليس. تمام. ريبليس ايه بقى؟ هقول له بدل لي كلمه اليوتيوب تمام اللي هي ما فيهاش اي، اللي يعتبر بايظه، بكلمه اليوتيوب اللي هي ايه الصح. طب لو جيت اطبع البرنت اليو ار المتغير الجديد اللي صلحت فيه الخطأ اللي كان في المتغير القديم اللي هو اليو ار ال، اهو كلمه ظبطت، ما فيش اي مشكله. طب حد هيجي يقول لي احنا ليه حطينا المتغيرين في بعض، يعني ليه عملنا متغير جديد حطينا في المتغير القديم وبعد كده بدلنا؟ هقول لك ليه. لو انا دلوقتي مثلا عملت اليو ار ال، دلوقتي جيت اطبع برنت اليو ار ال، ظهر لي الخطأ اللي موجود ده. طب لو جيت عدلته، لو جيت مثلا مرة واحدة عملت اليو ار ال دوت ريبليس بدل لي كلمة اليوتيوب، تمام،
بكلمة اليوتيوب. يعني تفتكر ايه اللي هيحصل؟ تمام، بدلها لي فعلا، بس بدلها لما جيت طبعت، بس لما جيت ايه في نفس الوقت اللي طبعت فيه. طب لو انا عايز اطبع دلوقتي البرنت اليو ار ال، لسه الخطأ موجود زي ما هو. فالحل ايه بقى؟ انك تعمل متغير جديد وتحط فيه المتغير القديم ده زائد ايه، انك تعمل فيه الريبليس. تمام، طيب ايه اللي عندي تاني ممكن يتشرح؟ ازاي بقى احول من string لنص؟ انا دلوقتي مثلا عندي، لو جيت دلوقتي مثلا طبعت ال str str1 اللي هو المتغير اللي فوق ده، هلاقي مكتوب ايه؟ بايثون، اللي هو المتغير اللي فوق ده، بس عشان محدش يتلخبط. تمام، هتلاقي مكتوب بايثون. طب لو انا عايز احوله لنص، هل ينفع؟ نشوف. هنحول النص عن طريق دالة اسمها split، هي الدالة دي طبعا زي ما احنا عارفين هنكتب اسم ال variable dot split، عشان خاطر ايه؟ الدوت دي بتعرف الفانكشن المعينة دي، الدالة المعينة دي هي هتغير انهي variable بالظبط، انهي متغير بالظبط. تمام، str1 اللي هو ال strings 1 dot split. طب كويس، حولها لي لنصوص اهي، حولها لي الليست. طب لو جبت طبعت البرنت ال str1، الله لسه سترينج زي ما هي. طب ليه؟ ليه بقى؟ نفس الحوار اللي في ريبليس، لازم احطه في متغير جديد عشان خاطر يحولها لي النص، او عشان خاطر يحولها لي الليست. طيب هعمل متغير str4 بيساوي ال str1 دوت split. طيب هاجي اعمل برنت لل str4 دي، طبعها لي مفيش اي مشكلة، وحولها الليست. طيب يعني ايه الدليل ان هي دلوقتي متحولة الليست؟ مش ممكن اكون بضحك عليكم؟ ممكن. طيب عشان خاطر اتأكد انها بقت ليست، ضيف لي فيها اي قيمة زي ما كنا بنعمل في الليست، يعني اعمل عليها اي علامة، اي حاجة يعني اثبت لي يعني. اسف يا شباب، صوت نوتيفيكيشن بس عندي على التليفون. تمام، نقول تاني، اعمل عليها اي عملية حسابية، اي عملية زي الابند او الاكستند، او ادخل فيها اي قيمة عشان اثبت لكم انها اتحولت لليست فعلا. طب لو انا عملت دلوقتي ال str4 دوت append، تمام، وهنضيف فيها كلمة true مثلا، هجبع print ال str4 اللي هو المتغير ده، طبعها لي مفيش أي مشكلة، اتحولت لنص فعل. تمام يا شباب. طيب ممكن نشرح ايه تاني؟ مثلا حاجة زي ال n، احنا قلنا الدرس اللي فات مثلا لو هنستغل ال str4 دي برضو نعمل عليها ال example بتاعنا المثال. دلوقتي احنا قلنا في درس قبل كده اللي هو مثلا عايز اعرف لو معايا مثلا سكريبت تخمين باسورد، عايز اعرف الباسورد المعين ده فيها ولا لا. طيب لو انا دلوقتي مثلا عندي كلمة بايثون اهو، عايز اعرف هي في المتغير ال str4 ده ولا لا، يعني ال value دي موجودة في ال variable ده، القيمة دي موجودة في المتغير اللي اسمه str4 ده ولا لا. طيب لو جيت دلوقتي عملت بطريقة n، لو انتوا فاكرينها، لو جيت دلوقتي مثلا عملت بايثون، طبعا نعمل عملية التنصيص لانها نص، بايثون n str4 true، هي موجودة فعلا. طب لو مش موجودة، لو مثلا عملت ABCD مثلا ان اس تي ار 4، هل هي موجوده؟ اسف، عشان خاطر مش نص، لازم نحولها لنص، للنصوص يا شباب، علامتين بين علامتين تنصيص، قال لي فولس مش موجوده. طيب هل الكلام ده بينطبق في السترينجز كمان؟ يعني ممكن ادور على حرف معين او كلمه معينه جوه السترينج؟ ممكن. او تعالوا نجرب، لو انا دلوقتي مثلا عندي اس تي ار مثلا، نشوف اي حاجة من الستريكس
strings اللي فوق str1 حاجة زي، نشوف بس ال str1 دي فيها ايه. ماشي، فيها كلمة بايثون. لو انا دلوقتي مثلا عايز اعرف في حرف معين في ال strings ده او كلمة معينة، هعرفها ازاي؟ لو جيت عملت مثلا حرف ال n اللي في البايثون، او حرف ال b اول حرف في البايثون، لو عملت b in str1 وعملت اوكي قال لي موجود فعلا. طب لو عملت مثلا بايثون الكلمة كلها مثلا in str1، اسف كتبتها غلط. موجودة، مفيش أي حاجة. ودي برضو حاجة من الحاجات المتشابهة، اللي أنا ممكن أدور على حاجة معينة في السترينجز أو حاجة معينة في الليست عن طريق ال ان. دي طبعا هتفيدني في ايه؟ هتفيدني قدام لو في سكريبت تخمين مثلا الهاكينج وعايز اعرف حاجة معينة هل كانت موجودة ولا لا، هعرفها عن طريق ايه؟ ال ان. بس ما اعتقدش ان في حاجة تانية ممكن تتشرح في السترينجز يعني، وكده بقيتوا تمام فيها. اهم حاجة بس تعيدوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر ايه، تأكدوا على نفسكم المعلومة يعني. وبإذن الله الدرس الجاي هيبقى حاجة مختلفة عن السترينجز يعني. اشوفكم بإذن الله على خير.